الحمد لله على السلامه حنان. الحمد لله على السلامه. شو تعبانه كتير هلا وصلتي؟ شوي شوي كتير. لا لا بس شوي بس شوي. كيف كانت السفره؟ كتير منيحه منيحه. انبسطتي؟ كتير. هلا بعدك واصله قادره تغني لنا؟ ايه بس ارتاح شوي. يلا ارتاحي. باري كتير حلوه. بسلموا عليكم كلكم طبعا. ما بينهم الا فين انا. برد وسخون يا هوا برد وسخون تحميتو في بزوج انت وسمر لون انت وسمر لون. هوا يا هوا هاد النار قوية مجهدة هاد النار قوية مجهدة لا تبتر بيا وبالتي نولف بعدها بالتي نولف بعدها. خلي شوقي مرات حما ومرات هب عليا نسمى وإلا سهرتني بالليل يجود نهاري بالرحمة وإلا سهرتني بالليل يجود نهاري بالرحمة. برد وسخون يا هوا يا هوا برد وسخون. غني كل غني تانية؟ لا بكفي لأنك تعبانة. وحلو اللي قلتي مش عاطل. ونحن طبعا عفيناك من قصة ال ميرسي. انا فكرت لانه تاخرت طيارتك وما كنا مستنظرين. ميرسي كثير والحمد لله على السلامه. باي. نحن بنعرف انه حنان تعبانه شوي وبعدها شيء واصله. راح على شغلتين ثلاثه صغار انه حسيت انه في تفاصيل باللحن والسكه اللحنيه مش كثير كانوا دقيقين يعني ظهرت شوي عن النوتات. مبين الصوت العالي شوي حد وكانه شوي مصرخ يعني ما في الروندور والرنه والتجويف الكافي ومبين انه نفسها تعبان. بس اكيد نحن بنعرف انه حنان بعدها شيء واصله وبتامل انه هالجمعه ترجع ترجلش صوتها مزبوط وتشتغل احسن من ما سمعناها بالبرايم. واكيد مش حالق على اليوم. بقى انا ما بخاف على حنان. حنان صايره عم بتغني كتير حلو. لون صوتك فرق 100% وفتح صوتها وبالبرايم غنت كتير حلو. ما رح حسبها على اليوم يعني. في اكيد الواحد لازم يركز قد ما كان لو شو ما كانت الحاله لازم الواحد يركز بس يكون هو عم بيغني. بس اجمالا حنان عم تتقدم. ما رح نعلق على اليوم واضح انها تعبانه. بس انا اللي بخوفني بحنان انه كثير مره كثير منيحه مره بالمره مش منيحه مرة لدرجة انه مثل ما عم بصير مرة بتكون توب 1 مرة بتكون نومينيه مرة بتكون ما بعرف شو. يعني حنان بعد ما قدرت ثبتت بمطرح اليوم. هلا مش رح نحسبها تعبانة كتير بس بحسها انه مثلا برايم بتكون بتجنن برايم بتكون مش منيحة برايم ايفال منيحة ايفال مش منيحة بعد ما ثبتت حنان مزبوط. شغلة صغيرة رغم انه هلا بعدها واصلة ورغم انه ما حضرت ابدا للايفال لانه ما لحقت تحضر الكادر والانستا يلي انت طلبتيهم منهم. بس يلي انا بقدره هي انه ما نقت غنية هينة يعني ما نقت شيء هيك سهل. يلي غنته قليل ولكن نقت شيء فيه صعوبة وعملت جهد تغني وانا بقدر هيدا الموقف هيدا بقدر يلي عملته. انا بقدر انه اجت غنت يعني ما قالت انه انا مش قادره اقول او صوتي يعني حاولت وهيدي شغله عن جد برافو انه وقفت وغنت بالرغم من كل التعب والظروف. انا اللي بدي اضيف عليه نذكر انه حنان عندها هالمرات اللي بتكون فيها بتجنن يعني وقت غنت يانا كان كتير منيح امبارح بالبرايم انه ما بعرف شو صار لانه انا كنت معها بالتمارين باليومين اللي قبل البرايم كانت عم تغنيها بشكل كتير 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 حلو. بقى هول القصص اللي بيصيروا المشاكل اللي بيصيروا على المسرح بعدها مش قادره هي تسيطر عليها 100% لانه يمكن بتخاف شوي بتتحمس شوي يعني هول كلهم بيتجمعوا مع بعضهم وبيلعبوا ضد اوقات بالبرايم. نحن قد ما فينا رح نكون حدا لانه هي بنت عندها اشياء كتير حلوه يعني وقتها بتغني منيح ومره منيح ومره مش منيح يعني المنيح موجود علينا انه نشتغل اكثر انه نطلع المنيح اللي فيها الحنان تيصير عنا ثبات اكثر بالاداء مثل ما قلتوا وتكون فعلا بكل المرات تحافظ على مستواها مش يكون في طلعات ونزلات.